53 خمس اجزاء من الثانيه مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث شاهين لجنه العاصفه تانين وناموس لجنه العاصفه. شكرا الهلالي وتوقيت الزمن 12 دقيقه 53 ست اجزاء من الثانيه. تانين وناموس للجميع. هكذا تواصلنا مستمر شوطنا الحادي عشر الخاص بالحول من هجن اصحاب السمو الشيوخ حيث اعلنت هذه الانطلاقه قبل لحظات. مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في انطلاقات هذا الصباح شوطنا الحادي عشر من خلال اندفاعات شوطنا المقرره في هذا الصباح نسير مباشره لنتعرف على الصداره على المركز الاول. شواهين من هجن الرياسه يضمرها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما ايضا مسيره في المركز الثاني لهجن البشاير واحمد بن حمد بن حميد الينيبي، ولكن غيرت ايضا شواهين لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي، الوصول من وبرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان عيسى بن سعيد الخيالي ضمرها، خذت المركز الرابع. هملولة في المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي. المركز السابع وصلت الشاهينية لهجن ند الشبا وسعيد بن سالم في التضمير والتدريب النقلة مباشرة إلى المركز الثامن. وصلت الشاهينية أيضا من هجن ند الشبا، خذت المركز الثامن وسعيد بن سالم في التضمير. المركز التاسع أيضا أرى هملولة لهجن سيح السلم وسعيد بن عبيد بن مروشد يتواجد بوسهيل في هذه انطلاقة، بينما الدخول هناك من الوثبة وصلت خذت المركز العاشر لهجن الرياسة. يتقدم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، المنافسة في هذا الشوط، الباحثة عن الفوز والانتصار. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. نعود ونتحول إلى الصدارة الأولى إلى الشاهينية. هجن العاصفة على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، بينما مسيرة تأتي في المركز الثاني. يتقدم شعار هجن البشاير التابع أيضا لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد. يتواجد هناك الينيبي أحمد بن حمد بن حميد الينيبي، يقدم أيضا هجن البشاير مع مسيرة أيضا بالشعار الخضر القادم من السلطنة الحبيبة. يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين هجن الرياسة، محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم لنا مجموعة من الشواهين، بينما اللي في المركز الرابع أيضا شواهين هجن الرياسة. يتواجد هناك المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس وصلت الشاهينية هجن ند الشبا سعيد بن سالم في التضمير والتدريب. المركز السادس التدخل من الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي، يقدم لنا ايضا شعار هجن العاصفة. المركز السابع الشاهينية القادمة بشعار هجن ند الشبا سعيد بن سالم في التضمير. هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام وبرة وصلت بشعار سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان. يتقدم عيسى بن سعيد الخيالي، يقدم لنا هذا الشعار، هذا الشعار الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن، احد الشعارات العملاقة بالفعل. يتقدم من خلال تواجد وبرة، بينما الوصول من هملولة. وصلت هملولة في هذه اللحظات، تدخلت هملولة بشعار هجن الرياسة وبتقدم الظافر علي بن يميل الوهيبي، يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. والمركز الثامن تاسع المراكز الوصول من العين، وصلت العين في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. عوض بن مبارك المهيري يضمرها، بينما الوثبة خذت المركز العاشر في هذه اللحظات. تدخلت ايضا من خلال شعار
هجن الرياسة وبتقدم سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات المثيرة والجميلة للغاية هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه العشر المراكز الأولى، العشر المراكز المتقدمة، ولكن بقيادة الشاهينية، الشاهينية على المركز الأول، الشاهينية على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. هجن العاصفة غياث الهلالي يقدم اندفاعة الشاهينية في المركز الأول في الصدارة الأولى في هذا الأداء، في هذا الانفراد، في هذا أيضا الانطلاق السريع على المركز الأول. يقودها أيضا في التضمير غياث الهلالي، يتقدم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة المميزة على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. الأربعة كيلومترات مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام انقضت أيضا بتواجد الشاهينية وباندفاعات الشاهينية. المركز الثاني أيضا الشاهينية من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد في التضمير يأتي على ثاني المراكز. المركز الثالث، المركز الثالث أيضا شواهين هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت في مسيرة هجن البشاير الينيبي، يتقدم مع هجن البشاير أحمد بن حمد بن حميد الينيبي، يقدم لنا هجن البشاير. الشاهينية القادمة لهجن العاصفة غياث الهلالي خذت المركز الخامس. المركز السادس أيضا شواهين من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما الوصول والدخول هنا مشاهدينا الأعزاء من شموخ هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وصلت أيضا هناك هملولة لهجن الرياسة. يتقدم هناك علي بن يميل الوهيبي ليقدم لنا انطلاقة هملولة. شواهين وشواهين قادمات أيضا في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة، وبتواجد هناك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركزين الثامن والتاسع عاشر. المراكز الشاهينية سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أيضا يتواجد سالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي، يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا الأسماء القوية، هكذا التحديات المثيرة. ولكن الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة على الصدارة، هجن العاصفة على المركز الأول. يتقدم غياث الهلالي في التضمير، يقدم شعار هجن العاصفة. المركز الثاني أيضا الشاهينية هجن ند الشبا، تتقدم أيضا من خلال هذا التواجد ومن خلال هذه التحديات. ليتقدم سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. شواهين خذت المركز الثالث لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يقدم لنا شواهين. وصلت شموخ، تقدمت شموخ، خذت المركز الرابع لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. الدخول من هملولة على المركز الخامس لهجن الرياسة، ليتقدم الظافر علي بن يمي اللهيبي، بينما هناك أيضا التقدم من خلال الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي يتدخل من الزاوية الأخرى بالشاهينية، أحد الأسماء القوية بالفعل. ولكن وصول من شواهين هجن الرياسة، هجن الرياسة تتقدم من خلال تواجد المجازر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الوصول الآخر والدخول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من شواهين هجن الرياسة وشواهين الأخرى لهجن الرياسة القادمات هناك مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما الدخول الوصول من الاسم الجديد القادمة في هذه اللحظات الوسمية هجن الشحانية سالم بفاران، يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم أيضا القوي بالفعل من خلال هذا التواجد ومن خلال هذه التحديات الجميلة. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى 1600 متر.
هناك مشاهدين الاعزاء مع الشاهينية على المركز الاول. هجن العاصفة، هجن العاصفة القادمة، هجن العاصفة المنطلقة منذ الصدارة على المركز الاول. غياث الهلالي يقود الشاهينية ايضا مع هجن العاصفة. الوصول والدخول من الشاهينية هجن الدشبة، وسالم ايضا بن سعيد يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما الدخول الجديد الوصول من غرام وصل شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يمع بن عتيج الرميثي، وصل المحترف ليقدم لنا احترافاته القوية المتعودة دائما وابدا مع ابو خليفة. الوسمية من هجن الشحانية وصلت خلت المركز الرابع. يتقدم هناك سالم بفاران في عملية التضمير. الشاهينية القادمة ايضا من الزاوية الاخرى وصولها جميل، ولكن تدخلت شواهين الواصلة شواهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الشاهينية من الزاوية الاخرى القادمة بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي. ولكن نعود الى مجريات الشوط، نعود الى الصدارة. هجن ند الشبا، هجن ند الشبا غيرت مع الصدارة ومع الشاهينية على المركز الاول. سالم بن سعيد الوسمية قادمة، الوسمية قادمة بأداء مميز على المركز الثاني. هجن الشحانية الذهبي سالم بفاران يقدم لنا هذه الانطلاقة. غرام على المركز الثالث، غرام وصلت ايضا بشعاري ايضا سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يمع بن عتيج الرميثي. الله 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 الصدارة مع ايضا الشاهينية. هجن ايضا ند الشبا، هجن ند الشبا محاولات الوسمية من هجن الشحانية، ولكن هجن ند الشبا على الصدارة الاولى على المقدمة الاولى. ايضا تقود هذه الجموع العملاقة في الميتين متر الاخيرة. تهانينا لهجن ند الشبا، تهانينا لسالم بن سعيد على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول مع خط النهاية. ولكن الوسمية، الوسمية عادت، الوسمية وصلت. الوسمية مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، تهانينا لهجن ند الشبا، تهانينا لسالم بن سعيد المركز الثاني الوسمية، هجن الشحانية المركز الثالث شواهين، هجن الرئاسة الوسمة في المركز الرابع، لهجن الرئاسة خامسا غرام لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان. تهانينا والناموس. هكذا كانت النتيجة. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات، التوقيت الزمني ولحظات الإعادة حيث الشاهينية. هجن أيضا ند الشبا، تهانينا لسالم بن سعيد. هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 23 ثانية وفاء تماما وكمالا. تهانينا والناموس المركز الثاني الوسمية من هجن الشحانية، تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا لسالم بفاران 12 دقيقة 23 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث الوصول والدخول. هناك مشاهدين الأعزاء ب 12 دقيقة لحظات الوصول، هناك مشاهدين الأعزاء وايضا 12 دقيقة 27 ثانية جزء واحد من ثاني شواهين لهجن الرئاسة. تهانينا هجن الرئاسة، تهانينا محمد العتيق بن زيتون المهيري.